لا تأبه أدلين أويمو كثيراً بأنها المرشحة السوداء الوحيدة في الانتخابات المحلية في ولاية براندنبورغ هذا الأحد، فهي من أصل كاميروني وفخورة بذلك. ولا يزعجها أيضاً كون المدينة الصغيرة التي ترشحت فيها كوتباس ذائعة الصيت بسبب التظاهرات الأسبوعية ضد اللاجئين التي ظلت تخرج لأشهر قبل سنوات. ولكن اعتداء سيدة عليها قبل أسبوعين وهي تعلق يافطات انتخابية أمام عائلتها وإهانتها لها بسبب لون بشرتها تركها تشعر بالصدمة. كانت المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً في كوتباس. كانت صدمة لأنه لم يسبق لي أن تعرضت لشيء من هذا المثيل، حتى الإهانات التي تعرضت لها والاعتداء الجسدي، ولكن هذا منحني تحفيزاً إضافياً للقتال. تنافس أويمو المرشحة عن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ نائباً حالياً عن حزب البديل لألمانيا المصنف من المخابرات بأنه يميني متطرف ويتصدر استطلاعات الرأي. الوضع صعب ومحزن بأن لديهم هذا الدعم الكبير في أجزاء كبيرة من ألمانيا الشرقية، وآمل ألا يفوزوا لأن هذا مقلق للمستقبل. صعود البديل لألمانيا وفوزه في ولاية شرقية قبل أسبوعين يقلق السياسيين الألمان وأيضاً من هم من أصول مهاجرة مثل أويمو، فهو يدعو لترحيلهم ولا يعتبرهم ألماناً. براندنبورغ ولاية ألمانية شرقية جديدة يتصدر فيها حزب البديل لألمانيا استطلاعات الرأي، ما يشكل تحديا جديدا حقيقيا لحزب المستشار الألماني أولاف شولتز الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة المحلية حاليا. راغدة بهنام، العربية، من مدينة كوتباس.